وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ محمد جبران رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر. أرحب بك أستاذ محمد. أهلا وسهلا، مرحب بك. أستاذ محمد، القيادة السياسية حريصة منذ سنوات على توسيع قاعدة ومظلة الحماية الاجتماعية، وتابعنا اليوم خلال كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في الاحتفال بعيد العمال من الشرقية بحديثه وإعلانه عن مجموعة من القرارات الهامة التي تصب في صالح العمالة المصرية، ربما كان على رأسها ما يتعلق بإنشاء صندوق إعانة الطوارئ للعمالة غير المنتظمة. كيف قرأت هذه القرارات وأهميتها بالنسبة لهذه الطبقة أو هذه الفئة المهمة في المجتمع المصري وهم عمال مصر؟ طيب، كل سنة وانتم طيبين وكل عمال مصر بخير وبسلامة وبصحة. وطبعا القراية هنا لما نيجي نقول ان فخامة الرئيس بيعمل صندوق للعمالة الغير منتظمة، لان ده اللي بيدل ان معالي الوزير ان فخامة الرئيس بيهتم بالعمالة البسيطة والعمالة الغير منتظمة اللي هي ملهاش دخل ثابت، فكان لابد من ايجاد حل ليهم في حالة لو حصلت ازمات او حصلت اي مشكله مثل مشكله كورونا، فلابد ان يكون في صناديق تسد هذه الفجوه. بل بالعكس، ان هو زود كمان الرقم اللي موجود، نزل الرقم الموجود كان 500 جنيه للعمال غير المنتظمه، وصله ل 1000 جنيه. طبعا هو ده اهتمام بسيط جدا واخد بالك، انما كمان الاهم اللي هو احنا لو بصينا عليه هو شهاده الامان فخامه الرئيس قال لابد انها تعاد تاني واخد بالك، ودي كلها بتفيد العماله المتوسط. نعم، فيما يتعلق بحديثه ايضا عن يعني وثيقه امان، اشار الى نقطه اخرى متعلقه بالمساواه بين الجنسين في العمل وتوفير بيئه عمل امنه. اهميه الاشاره الى هذه النقطه، المساواه بين الجنسين، في اشاره الى حقوق المراه العامله والعاملات في المصانع المصريه. طب يعني اسمحي لي بس يعني اوضح جزئيه صغيره. فخامة الرئيس قبل ما اتكلم في دي كمان اتكلم على ذوي الهمم. نعم. واكد ولاول مره مع فخامة الرئيس يقول القطاع العام والخاص الالتزام بنسبه 5%. نعم. ودي يعني لفته من فخامة الرئيس ان هو هذه الفئه فعلا لابد ان هي تاخد حقها في المجتمع المصري. يمكن احنا شفنا النهارده هو بيكرم الفئات ذوي الهمم، كانوا فعلا رافضين ان هم بياخدوا اي بياخدوش اي استثناءات ونزلوا العمل وبيأدوا زي ما غيرهم. اما بالنسبه للمساواه ما بين الرجل والمراه، انا عايز اقول لحضرتك يعني احنا هنا في مصر في كل الشركات ما فيش اصلا تفرقه ما بين المساواه بين الرجل والمراه في الاجور. نعم. بل بالعكس، المراه النهارده زي ما شفنا برضه في تكريم فخامه الرئيس النهارده، احنا شفنا سيده بتسوق اتوبيس سياحي وهي مدرجه في دي من الاعمال اللي هي بنقول عليها صعبه على الستات، هي اقتحمت كل المجالات دلوقتي. فما فيش النهارده نقدر نقول ان ما هو فخامه الرئيس بيقول يعني لو انتوا اي ست عايزه تدي او تخش اي مجال لابد ان يتفتح لها كل المجالات. وده طبعا النهارده المراه بقت نص المجتمع، لا دي هي المجتمع كله. كمان في نقطه مهمه جدا لما اثرها فخامه الرئيس، قال كمان ان السيده ليها دورين، دور في العمل ودور مجتمعي في تربيه الابناء، فلابد ان احنا نراعي الاثنين دول. فدي معادله يعني اللي يقراها ان سياده الرئيس بيقرا واقع وعايز يحسن ويدي الست وتبقى زيها زي الرجل، وده موجود فعلا في مصر. انا مش عايز اقول لك في بلاد اوروبيه الاجور عندها، انا كنت مؤتمر خارجي وفوجئت ان في بلاد اوروبيه بتفرق ما بين الرجل والمراه في الاجور، وده مش موجود عندنا هنا في مصر. نعم. الرئيس عبد الفتاح السيسي اشار ايضا الى ضروره دراسه قانون العمل المقدم لمجلس النواب. هذا القانون مع الموافقه عليه واصداره ربما بشكل مختلف وبتطور يتواءم مع ما نشاهده حول العالم من ازمات، تحتاج لربما قوانين جديده او طرق جديده للتعامل مع مختلف المشكلات. يعني هذا القانون ما الذي سيضيفه لعمال مصر ولبيئه العمل بشكل عام؟ بص، هو قانون العمل واخد بالك هو ده بقى له فتره بيناقش في البرلمان، واحنا حضرنا حوار مجتمعي في البرلمان ومناقشات جاده، وكمان اتناقشنا كمان مع اصحاب الاعمال علشان يبقى في رؤيه واحده بحيث ان احنا نحافظ على حقوق العاملين او نعمل توازن، كمان كل واحد يعرف حقوقه وواجباته وفي نفس الوقت ده دستور هتشتغلي عليه الفتره اللي جايه.
وكمان بتدي اطمئنينة للمستثمرين ان بالنسبة للقوانين اللي موجودة تتناسب مع المرحلة اللي موجودة. النهاردة مفيش حاجة اسمها استمارة ستة، النهاردة بندي حرية برضو، ندي حقوق للسيدة في حالة الوضع، ندي برضو امان وظيفي، لابد نعم. يكون في تأمينات، ولازم بد يكون كل الامور اللي هي كان عليها خلاف وكان بتعمل مشاكل وعدم استقرار، لان الناس تتجه للتعامل في القطاع الخاص ان شاء الله هتبقى موجوده في قانون العمل. وده امر طبعا احنا يعني بنسعى عليه بقالنا فتره، وان فخامه الرئيس ياكد عليه. انا بقول لك ان القانون يعني خد مناقشات كتير خلال الفتره اللي فاتت، وهيطلع ان شاء الله بشكل متوازن خلال الفتره القادمه، هيرضي جميع فئات الشعب المصري. نعم استاذ محمد، خلال كلمتك في الاحتفاليه اشرت ربما الى عده نقاط يعني شكلت فارقا في بيئه العمل المصريه وايضا بالنسبه للعمال المصريين في اطار توجيهات القياده السياسيه المستمره، لكن بالنسبه لنقابات عمال مصر يعني ما هو دورها في الفتره الحاليه ايضا للاهتمام بالعمال وضمان حقوقهم بشكل اكبر وتوفير بيئه العمل المناسبه من خلال متابعتها لما يحدث؟ طيب يعني كده انا اشرت في حوالي ثلاث او اربع خمس حاجات بنحلم بيها. قلت ان احنا بنحلم ان اي عامل بيطلع على المعاش عايز ياخد مرتب زي اخر اجره، وده فخامه الرئيس عمل قانون التامينات الاجتماعيه الجديده. قلت ان انا بحلم ان احنا يكون عندنا تامين طبي شامل عشان تعالج كل الناس، كل فئات الشعب المصري على اعلى مستوى، واحنا برضو موجودين في هذه التشريعات اللي بتتم واللجان اللي موجوده. النهارده دور الاتحاد هو الحفاظ على حقوق العاملين ويعمل توازن ما بين العامل وبين اصحاب الاعمال. حضرتك طبعا انا مش عايز اقول لك احنا الحمد لله متواجدين في كل موقع عمل. النهارده النقابيين موجودين في كل لجان شؤون العاملين، نعم، بيحافظوا على حقوق العمال، وفي نفس الوقت بيبقوا لو في اي مشكله بيحلها. احنا دعاة استقرار العمال في مصر ان شاء الله، متفائلين للمرحلة اللي جاية بإذن الله. لما نخلص قانون العمل هتبقى إضافة للعمل المصري والمشاريع اللي موجودة بإذن الله، وتبقى يعني عايزين نقول الأمان الوظيفي هو اللي يهمنا المرحلة اللي جاية، والتدريب والتثقيف كل ده موجود في قانون العمل بإذن الله. الرئيس خلال كلماته أيضا أشار إلى نقطة متعلقة بحملة قومية لتحسين صورة العمال وأهمية العمل في المجتمع. أهمية هذه الحملات في التوقيت الحالي، خاصة أن مصر تعتمد دائما على سواعد أبنائها لبناء هذا الوطن. طيب أنا 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 دي هاخدها وأرد على حضرتك، يعني خدها خطوطة الإعلام لابد أن يكون له دور كبير جدا خلال المرحلة القادمة في توضيح، لان في ناس للاسف الشديد مش بنبعت الصوره السليمه، او يبقى في صوره سليمه او صحيحه على الاعمال اللي موجودين بيها. انا لازم اتكلم بصراحه ان في ناس بتاع يعني ما بتطلعش لبعض الوظائف لان الصوره ما بتبقاش منقوله بالشكل السليم، فلا بد ان الاعلام يكون يسلط الضوء على الوظائف، يسلط الضوء على المهن اللي هي النهارده موجوده ومطلوبه في الخليج. حضرتك لو تعلمي انا عندي دراسه، احنا عندنا شرط 40,000 ممرض داخل مصر، واحنا عندنا خريجين كل سنه دول الخليج بتفتح مطلوب، العماله المصريه مطلوب ليها، ولابد ان احنا نكون متطورين وعندنا من العماله المهره المتدربه علشان نسد السوق الخليجي. واوروبا دلوقتي كمان في طلب على العماله المصريه، ودي حاجة كنت أنا يعني برضو لمستها لما أخذ. نعم أشكرك شكرا جزيلا أستاذ محمد جبران، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.